هاي جايز، ان شاء الله صوتي واضح. راح اشرح ال TCP/IP model. هو a more simplified version of the OSI model. فلو حدا بده يشوف ال OSI model فانا راح اشرح فكرته بشكل عام. هلا مبدئيا هذا الموديل بيعبر عن البروتوكولات المستعملة عشان نبعت الداتا عبر الايش الانترنت. فانا هلا مثلا بدي افتح ويب سايت، فانا اي بروتوكول راح استخدم في الابليكيشن لاير؟ راح استخدم ال HTTP. اوكي، يعني احنا كلنا بنعرف ال HTTP. لو بدي مثلا افتح ايميلي راح استخدم بروتوكول الايميل، يعني ال SMTP ال SMPT اشي زي هيك. ممكن احنا نشوف في الجوجل او اي موقع. ونشوف نبحث على جوجل شو هي الـ Application Layer Protocols. مثلا أنا لو بدي أفتح المواقع راح أستعمل الـ HTTP. عندنا Port Number Assigned to Each Protocol. هاي الـ Ports اللي أرقامها صغيرة، إحنا عندنا تقريبا يمكن 4000 أو 16000 ناسية port. الأرقامها صغيرة، اللي أقل من 4000 يمكن، أو أقل من، يعني اللي أرقامها صغيرة زي 80. يعني مثلا عندنا port 80 is assigned to HTTP. أوكي، هلا it's reserved for the HTTP. هلا لو أنا بدي أعمل traffic، بدي أبعت traffic أو أفتح مثلا ويب سايت وأستعمل هذا البروتوكول، فلازم أفتح port number 80 بال operating system تبع لابتوبي. اوكي، فحيكون عندي port 80 is open. ففي شغلة انه هلا ايش الفكرة، انه هلا لو انا عندي port مفتوحة، هاي معناها انه انا بفتح المجال للترافيك يدخل ويطلع من لابتوبي. فلو انا عندي port مفتوحة احيانا هذا بيكون خطر. لو انا فاتحه بورت وانا ما بحاجه لإلها، يعني مثلا اذا انا مش فاتحه الويب سايت لكن انا ما عم بستخدم الويب سايت بشركتي، لكن انا فاتحه بورت 80 مع اني انا ما عم بستخدم ال HTTP، فهذا حيكون خطر علي، لانه ممكن اتاكر. وين مكتوبه؟ some attacker try to send malicious traffic to random ports in hopes that those ports have been left open. فيفضل انه نترك الports closed unless we need it. تمام؟ ف this is why sometimes firewalls block ports. اوكي، لقيت هذه الصورة حلوة. هلا انا بدي افتح ويب سايت، فبفتح ال بفتح الويب سايت وبستخدم ال HTTP request. طيب، بعدين ال TCP header بيجي بقول لي انت اي port فاتحة، بيجي بيشوف ال HTTP بيعرف انه هذه port 80. طيب، فبيكون عندنا ال TCP ال TCP header contains source and destination port numbers. اوكي، فال TCP بيقدر يشوف ال port number. اوكي، فبيعرف انه هذه HTTP request. anyways، بعدين عندنا ال network layer او الانترنت layer. خلنا نشوف السلايدات. عنا خلصنا الترانسبورت. هلا سوري، هون بيكون في عنا ابلكيشن، مثلا خلينا نقول ويب سايت، عنا ال HTTP، بعدين هون عنا بالنص البورت نمبر، بيجي الترانسبورت لاير بيقول اوكي هذا البورت نمبر. بعدين ال TCP وال UDP هو طريقة البروتوكول المستعمل للسيجمنتيشن تبعت الداتا. خلني أفرجيكم هذه. wait. أوكي، هلأ عنا هذه هو المسج كامل، الباكت كامل تبع ال HTTP. بعدين عنا ال TCP إيش بيسوي فيه؟ بيحوله لباكتس. أوكي، هلأ أنا عندي ريكوست ل باكت كبير. اوكي، فيري بيج مسج. بس لما انا اجي ابعت فيري بيج مسج ممكن يصير في كونجستشن وازدحام،
في النتورك، لأنه بيكون في راوترز، وإحنا عندنا مشكلة لما يكون عندي داتا كبيرة. فيعني تخيلوا مثلاً بتحاولوا تدخلوا داتا كبيرة في باب واحد، الأفضل راوت واحد، باب الباب هو الروت، الروت اللي بيتخذه عشان توصل، لأنه عشان أوصل الترافيك من كمبيوتر لكمبيوتر لازم يكون في عندنا راوت زي طريق. فيفضل إنه تقسموا الداتا لقطع صغيرة وتبعتوها على عدة أبواب، يعني زي بدل ما أوسع سيارة في باب، أنا بقسم السيارة لقطع وبحط كل قطعة في باب، لأنه السيارة ما رح توسع جوا باب. فأنا إيش بسوي؟ بقطع السيارة قطع وبعدين بدخلها كل واحدة في باب لحال، يعني مثلا بستخدم 10 أبواب كذا. فهذا اللي بيصير بالتي سي بي. هلا التي سي بي، في عنا تي سي بي وفي عنا يو دي بي. يو دي بي هو استنوا خلينا نشوف النتورك لاير بروتوكولز. لا ويت، احنا في الترانسبورت لاير بروتوكولز اللي هو الثاني لاير بعد الابلكيشن. في عندنا اليو دي بي وفي عندنا التي سي بي. التي سي بي ريلايبل، لانه انا لما اجي ابعث باكيت I receive back إنه وصلني الباكت، I receive back acknowledgement، فبعرف إنه الباكت اللي بعته وصل للديستنيشن. لكن الـ UDP أسرع، لأنه ما بيستنى للـ acknowledgement، ما بيستنى لأي رد، لكن بيبعت بطريقة أسرع. فالـ UDP أسرع لكن unreliable، لأنه ممكن أنا أبعت داتا وما يوصل هذا الداتا، الداتا gets dropped، ممكن يضيع، لأنه sometimes in the internet this happens، الترافيك مرات بتضيع. ففي الـ user datagram protocol ما رح نقدر نعرف إذا الباكت وصل أو لا. بعدين عنا الـ IP header، الـ internet layer أو الـ network layer بيضيف عنا الـ IP header. في عنا بروتوكولات اللي هي الـ IPv4، الـ IPv4 والـ version 6، الـ IPv6. هذه بس عبارة عن الـ IP address اللي هي بتكون يعني رقم دوت أرقام دوت أرقام، يعني هاي طريقتها، طريقة كتابتها تعتمد على أي بروتوكول إحنا عم نستخدم. فأغلب الكمبيوترات بتستقبل البروتوكولين التنين. بعدين عنا الـ IP address. هلأ الـ IP address إيش فايدته؟ هو بيكون فياته الـ destination والـ source IP address. لما أنا أجي بدي أبعت باكت، أوكي بيضيعوا صح؟ لما أبعت قطع السيارة كتيرة بكذا باب رح تضيع الـ information، لكن لو بحط address على كل قطعة، الـ destination والـ source address اللي هو الـ IP address بكتبه على السيارة من وين وإلى أين، ما رح يضيع، لأنه حيعرف طريقه، حيعرف هذا لمين رح يروح. زي هيك هذا الـ IP address. وآخر إشي عنا الـ أوكي هاي الـ IP address. وآخر إشي عنا اللي هو الـ Ethernet header. أوكي الداتا لينك لاير، هذا اسمه الداتا لينك لاير صح؟ الداتا لينك لاير هو حيكون عندنا الايثرنت والسليولر. البروتوكولات هذه بتكون عبارة عن البروتوكول اللي احنا بنستخدمه مثلا زي اريده، لانه لو انا بدي افتح يعني اكيد انا بدي استخدم الـ بدي استخدم اكيد نوع من الانترنت. اوكي هلا بعد ما حطينا الـ IP address وعرفنا وين الداتا رح تروح، وين من وين اجت، بعدين بعد ما توصل بنحولها ل electricity. اوكي هو الـ IP address اللي هو الانترنت بروتوكول، ممكن اكتر من device تكون فياته. ففي عنا إشي تاني اسمه MAC address اللي هو الفيزيكال IP اللي هو الفيزيكال address اللي بيحدد إنه هاي الداتا رايحة لهذا الكمبيوتر بالذات جوا هذه النتورك، لأنه أكتر من كمبيوتر ممكن يكون عنده نفس الـ IP address، لكن كل كمبيوتر عنده address غير عن التاني.
فبيكون عندنا physical address، فالداتا بتوصل لعند الكمبيوتر حد ذاته. اوكي سو عشان اوضح هلا، عشان الداتا تدخل على الكمبيوتر تبعي، اول اشي هي رح تعرف، رح تيجي تدخل الراوتر تبعي من الاي بي ادرس، بعدين من الراوتر تبعي رح تيجي على لابتوبي. كيف؟ يا اما رح تستخدم الواير واي فاي بروتوكول، او رح تستخدم الايثرنت، او رح تستخدم السيلولر، اظن اللي اسمه LTE، هذا هو السيلولر اللي بس يعني مثلا اذا انتم شابكين مع اريدو راح يكون عندكم السيلولر اللي هو زي الفور جي، هذا هو ايوه زي هذا السيلولر. فاريدو هي بتلعب دور، مش اريدو نفسها يعني، البروتوكول اللي هو الواي فاي بيلعب دور بانه يوصل الانفورميشن من الراوتر تبعي لللابتوب تبعي، او السلك الايثرنت بيوصل الداتا من الراوتر الباكت عشان تدخل على اللابتوب تبعي. تمام، فإحنا هيك بيكون وصلنا لآخر شيء اللي هو الإيثرنت والسيلولر لحد الفيزيكال لينك. بالفيزيكال لينك بتبطل عنا باكت، بيصير عنا إشي عبارة عن كهرباء، زي 0 and 1 0 1 زي هيك. اوكي بتتحول لكهرباء. بعدين لما توصل لابتوبي ايش بيصير؟ الكهرباء هاي بتدخل على الفيزيكال لينك وبتقراها، بعدين لما تقراها بتروح على الداتا لينك، بتروح على الداتا لينك وبتشوف اي بروتوكول تستخدم، بعدين بتروح يعني هو الداتا لينك والفيزيكال لينك هو نوعا ما متشابكين مع بعض. بعدين الداتا هاي بتتحول لأشياء مقروءة زي فريم فيها ماك ادرس، فيها اي بي ادرس عشان الكمبيوتر يقدر يفهمها. بعدين النتورك بيقول طيب، لأنه النتورك بيقول سو اوكي سو انا شرحتها غلط. انا هلا بدي ابعت اتش تي تي بي. اول اشي بكون في الاتش تي تي بي، بعدين بدي ابعتها لحدا ما رح تقدر توصل له. اول اشي لازم اختار البروتوكول اللي بستخدمه عشان اعمل الباكتايزيشن، بعدين لازم احط الاي بي ادرس عشان النت يعرف السورس والديستنيشن، بعدين لازم احط البروتوكول تبع السيلولر عشان يقدر يوصل عبر الانترنت، وبعدين هذا عشان الكمبيوتر يقدر يقرأ الانفورميشن عشان تقدر تتوصل بالأسلاك. اوكي سو اي ثينك هيك وضحت. في اشي اسمه انكابسوليشن، يعني هاي شايفين الفيزيكال لاير عبارة عن ones and zeros، وفي الداتا لينك لاير بيكون في عنا اشي اسمه فريمينج، و في عنا اشي اسمه فريمينج، ايرور كنترول، فلو كنترول، عشان لانه في الراوتر عشان يوصل لللابتوب لازم يعني عشان يكون في فلو كنترول لازم يكون في كنترول واكسس كنترول، يعني مو اي شيء بقدر يعمل اكسس لاي شيء، لا لازم يكون في كنترول. وفي عندنا الباكت سويتشينج اللي هو بيسرع عمليه ال عشان توصل الانفورميشن بتكون كتير اسرع. اوكي بحاول انا افرجيكم كيف بتصير العملية من الصفر من عند ال انا هون عندي كمبيوتر. تخيلوا هذا كمبيوتر، اول اشي لازم اشبك مع الانترنت صح، وراح يكون عندي اي بي ادرس، والانفورميشن هذه الاي بي حتنبعت على الساتلايت،
وحيكون عندي الاي بي ادرس بيعمل كوميونيكيت مع هذا الاي بي ادرس. اوكي، هذا السورس، هذا الديستنيشن. بعدين الاي بي ادرس بيطلع بيتوصل مع الانترنت اللي هو عندنا السيلولر، اللي هو يعني زي اريد وهيك، بتوصل على لابتوبي، ولما يوصل على الماك ادرس تبع اللابتوب بيكون عندنا الفيزيكال لير والداتا لينك لير. السلك اللي بتوصل بالراوتر، يعني الراوتر، يعني هون بيكون عندنا راوتر. شو اذا في صورة اوضح. الكمبيوتر موصول بالراوتر، هذه عندنا اي لاير داتا لينك. لما الراوتر يكون موصول بالراوتر تاني، هذا بيكون عندنا اي بي ادرس لينك، يعني مش لينك، يعني اي بي ادرس كوميونيكيشن. اوكي، وبس. وجوه الكمبيوتر بيصير بعد ما يعمل ريسيف للفريم بيبدأ يعمل انكابسوليشن. من الراوتر بوصل على الكمبيوتر، هذا كامل. بعدين بيصير يعمل انكابسوليشن، بيقرأ الايثرنت هيدر، وبنستخدم هذا البروتوكول. بعدين نقرأ الاي بي، بنشوف هاي من مين ولمين رايحة. طبعا كل راوتر بيسوي نفس الاشي، بس احنا هلا وصلنا عند الكمبيوتر. بعدين بنقرأ التي سي بي، هاي ايش احنا بنستعمل اتش تي تي بي ولا اي بورت بنستعمل. بعدين بنعرف انه بنستعمل اتش تي تي بي وبنفتح الموقع. اوكي، هذه الانكابسوليشن وبس. فكويكلي